السلام عليكم، معكم راحو. عندنا خريطة رقم 12 في اللعبة، فلازم تجون للمنطقة هذه أول شيء من يسار. أوكي، هنا احنا بعد ما فتحنا البوابة الأخيرة هنا مشينا وفتحنا البوم فاير هذه، بتمشي قدام شوية تلقى بوم فاير اللي أنا فيها. أوكي، لأن بنطلع قدام هنا. يلا بنطلب الخيل الحين. مكاننا ترى مرة كلها سلالم سلالم، يعني في سلالم سلم سلالم سلم لازم تركب عليه. يعني أكده لا تكفى. لا أوه. نطلع فوق الحين، شوف كيف، شوف كوتا هذا. هذا آلي بس بيتحكم فيه جندي، نفس اللي يطلقون النار. شوفونه والله شكلهم مش صدق. أنا ما قتلتهم والله، ما فرمتهم لسه. دمجوا بالماجيك، استخدم ماجيك. رايحين مشوار الحين. نطلع هذه طلع الأولى، قربنا عند الشجرة يعني. اوكي طلق قد طلعت إلا الايتم. ذاك هو السلم. ربع اطلع. اوه رب اخي، اوف. لا تطلق ماجيك، لا يطلق ماجيك. شوف لو تاخذ، شوف قد ساعة اضغط مثلث، ايش اقدر بعدل الاعدادات اخليه زي دارك سول. على طول تضغط اكس على طول تجي دايرة مثلث يا اخي، وترك قاعد ياخذ ويطلع. طيب دقيقة، وين اطلعت؟ انا رحت قدام، المفروض غلط ارجع كويس كذا. طبعا هذه اطول بحثا. روب لحق. حلو يا اخي، اشوف لما يطلع من وراي فوق ياخذ الايتم. بعدين اخي، الطمع بين كبدي. الكسندر طبعا التشبيه حقتي انا مره لو الشخصيه مره طيب. او جا 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 لا 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 هين قابل بوس باللعبه. نقفز فوق عند الحين، شوف الحابة هذه ستورم. في ستورم هذا البوس، هذا بوس. طور.
الشاطئ. ما اقدر افك الخريطة. ايوه هذه. لا لا تعال الحين. واو اكس. هون قريب هنا. افتح هذه جنبي يحميها. ترى يحميها الخاتم. اليد الخاتم عرفتوا؟ دقيقة. أنا جنبها صح؟ هذه شوفوا تحت. قفصة مش كده يحميها الخاتم. عرفتوا اليد الخاتم هذا تشوفونه واقف. والله فكها. يلا يعطيكم العافية.